السلام عليكم. هذو الايام رانا نسمعو بزاف القضايا تاع جرائم القتل خاصة في المدن الكبرى. وهذه الجرائم راهي تحصل لأسباب تافهة، مش بكري كانت جرائم قليلة، جرائم القتل كانت تكون نتيجة سوء تفاهم بالنسبة لملكية أرضية مثلا في الأحياء، ولا جرائم الشرف، اعتداء على الشرف. بصح حاليا عبر وسائل التواصل الاجتماعي سمعوا بزاف هاد الكريم لأتفى هاد الأسباب، الناس ما يعرفوش بعضهم البعض، توقع أن كل حنا مناوشات على مستوى البيع والشراء، التجارة، ولا على مستوى الشارع ولا الطريق العمومي، تنتهي بالجريمة. هذه الجريمة ترى كنا نرجعوا شوية مشاريع سيبوا بلي بكري كانوا كاينين لي زالتركاسيون، المناوشات الأولى، بصح كانت دبزة نقولو حنايا كورا كور بونيا نفاضي كوت بيات بونيا كيما لابوكس. جينيرالمون استعمال السلاح الأبيض المتمثل في السكاكين وهاد الصوالة، خاصة نضرب على السيوف، على السيوف بكري ما كانتش كاينة، سنوات السبعينات الثمانينات كانوا كيدابزو وحدين يدابزو بونيا، بعد سي تيرمي بار دي بتيت زيكراتينير ولا دي كيما نقولو هنا دي بلو هاكا في العينين ولا سي تو. بصح دروك هاد الاستعمال السكاكين ولا السيوف ولا حاجة باناليزي لأتفه هاد الأسباب. أنا درت بغيت نفهم زعما ما هي بوان دو في كريمينال، ما هي صاد المكونات ولا لي زانكريديون اللي خلو هاد الفاعلين يفوتوا للتنفيذ الفعل الضرب بالخدمية ولا بطريقة تؤدي إلى الوفاة غالبا. هذه الدراسات دارت على مستوى الباحثين ولا الفقهاء يسموها لو باساج راكت، تقدر كي تصرينا تركاسيو هكا على السبة تاع والو، لما دمرتني لزادي دوبليتني كلاكسون تاعي، بعد كي تولي الدبزة يجي يقول نكتلك فيربالمون. بصح باش يفوت الباساج راكت كاينين ديستونس زعما صرار واحد الوقت، باش دروك ولا لو باساج راكت باناليزي الناس بالخف يجي بتخدمي يضرب، مراش كاين هذاك نقولو حنا الوازع اللي يمنع الانسان باش ينفذ هذيك الضربة اللي تكون غالبا ما تكون قاتلة. وهذا كي تبحث مليح تسيبها راجع خاصة للوازع الشخصي انديفيديو تاع البنادم اون لويما، البنادم اون لويما ولا شغل ما عندهاش نظرة واسعة ليميتي، و مام طون ما عندهاش الخوف الإيجابي. نقولو حنا بكري كان واحد باش يضرب هكا يخاف، يخاف يتصالح مشكلة من بعد، ربما يعمي هذاك الإنسان ولا يعوقه ولا يقتله يدروكيل. دروك ولا هو مام طون يخاف بصح يباس ألاكت، فهاذي الخوف تاعه يخليه يرتكب جريمة، الخوف تاع أهله يكون سلبي، فهاذي مقوة الخوف. لا ديمي تاع النظرة تاعه
المستقبلية ولا في شنو غادي يصرى لي كونسيكونس تكون بلاصتك منعدمة. هنا يعني يجي هذيك نجمو نقولو سين أو كيك سو سين لاشتي يباس ألاكت سون كالكيلي ما هي الآثار التي تكون مترتبة على الفعل تاعه، خاصة مع ارتكاب أنا حسب ما راني نشوف استهلاك المواد هذي نجمو نقولو لي بسيكوتروب هذو المخدرة ولا المنومة ولا المهلوسة عندها نيفي يأثر على الجانب تاع نقولو هنا لابور بوزيتيف، صافي ميوليش عندها هذيك الخوف الإيجابي، اللي عندها خوف سلبي يضرب خدمي وما خممش زعما شنو غادي يصرى من بعد. هذه هي أبوبري راهي تكسر هاد الظاهرة، ونظن الأسباب الراجح الأكثر السبب تاعها راجع التأثير هاد الحبوب بطريقة أو بأخرى على الشخصية الذاتية، صافي الانديفيدي أون لوما ما عندهاش علاقة بالكولتير ولا بالثقافة ولا بالتطور، عندها علاقة بالحاجة اللي تأثر على الشخص في حد ذاته. السلام عليكم.